السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي إخواني محبي ومتتبعي ومشجعي ومدعمي قناة فتي حسن تيرف وأخوكم فتي حسن. صباحكم مبروك، نهاركم مبروك، وبداية عطلة أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله. تحية لجميع إخواني أخواتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، تحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونكم. جو باس لو ريميرسيمون أتو لي باريور دي موند كي نوجدو كوراج. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناة، كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنفوجو كنضحكو كنشطو فيها، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا ونصلو الرحم مع بعضنا، القناة اللي كنستافدو فيها معنويا وماديا. تحية للجالية المغربية من هذا المنبر اللي كتدعم القناة وكتشجعها، كنقول لكم شكرا على الدعم وعلى التشجيع، وشكرا لكاع الناس اللي كتحبنا في الله وباغينا نزيدو للامام وكيشجعوا القناة وكيدعموها. كنقول لكم حفظكم الله ورعاكم. كي داز نهاركم البارح الخوت، ما خليتوش لنا دي كومونتير، ما قلتوش لنا كيفاش كان الفيديو، كيفاش كانت الخدمه، واش استفدتوا شي شويه. كنظن على ان الفيديو رغم قصاري الوقت ديالو كان مفيد كالعاده، لان دائما الفيديو واخا كيكون قصير كنديروا فيه العصاره، ماشي بحال لايف خصنا ضروري نديروا فيه العصاره ديال التحليل وديال المسائل اللي كنديروا كامله. ورغم ذلك كان جد ممتاز. لابوات نوار عطاتكم الان والويت والطروة، لا ميثود دو نوي عطاتكم لو نف، لا ديرنيير مينوت عطاتكم لو ان لو طروا، لا سيليكسيون لي سي برومي ديال لا سيليكسيون كانت فيهم لاريفي. دونك كنظن بان الخدمه كانت جد ممتازه. كنتمنى اخوتي خوتاتي انكم تكونوا استفدتوا معنا. اول هلي حشمنا واللي استفد كنقولوا له بالصحه والراحه، لان دائما حنايا كنقولوا الله يجيبها سمينه للجميع الشعار ديال القناه، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى عفوا يجعلنا سبب ومفتاح ربح لكم، وغنكونوا جد سعداء. اللي عليكم نتوما هو الدعم للقناه بالبصمه بالاعجاب والبارطاج. ومن هذا المنبر كنحيي لي زابوني ديال القناه وكنشكرهم، وكنقول لهم شكرا على الدعم والتشجيع واللي حشمنا معكم، وكنقول لكم مره اخرى بالصحه والراحه. النهار كان ممتاز بحال البارح، بحال ولا البارح، الحمد لله. بون غادي ندوزو دابا المعلومات ديال الكانتي ديالنا ديال اليوم السبت 13/8/22 اللي غيكون في كليرو فونتين دو دوفيل، ريونيون 1 كورس 3. اتونسيون لو 1 ا ديكلاري نون بارتون. الواحد ما جاريش، سي دو بلا 1800 متر، 1800 متر غازون، التيران غيكون بون الى ما طاحتش الشتا، راه التيران غيكون خفيف. لانديس بينيترومتريك ديالو غيكون 3.1 3.2، يعني ما كاينش الغيس. لاكورد ادروات كانوا 16 ديال المتبارين، 16 بارطون بقاو 15، دونك 15 بارطون اللي غيشاركوا. الديبار ان شاء الله 14:15 جوج وربع بالتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الجميل، به بماليه اللي كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يحفظو ينجي ويحفظ جميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. اتونسيون، بالنسبة للملاحظة الأخيرة الأولى كتقول بأن لاكورس غتكون تخي ديفيسيل بليس، انديس دو ديفيكولتي 8.5 تقريبا تسعود. دونك الاخوات والاخوان اللي اول مره كيلتحقوا بالقناه كنعاودو نجدو بكم الترحيب، وكنقولوا لكم بان ملي كيفوتنا المؤشر 8 الفوق او لاندي سويت الفوق كنوليو نلعبو بالحيطه والحذر والذكاء ونمينيميزيو. عرفتوا علاش طلع المؤشر؟ لانهم كاملين عندهم تروازون، كاين اللي عنده تجربه، كاين اللي لا، كاين اللي داير لا ديستانس، كاين اللي ما دايرهاش، كاين اللي
عائليين، كاين اللي اول اللي بيناليزي، كاين اللي اول مره غتعطاه لا فالور، كاين اللي زوين وخارج من كوردة خايبة. يعني كاين بزاف ديال المسائل اللي كتلعب باش طلع لنا المؤشر 8 ونص ويقدر يوصل لتسعود. وما نساوش الملاحظة الأخيرة إن شاء الله اللي غادي نوصلوا ليها، ما نحرقوش المراحل. دونك خوتي خواتاتي، الله يجزيكم بخير اللي دخل وكيشوفنا في هذه اللحظة هذه. كنقول لك صباحكم مبروك، نهاركم مبروك، ودير البصمة، حفظك الله ورعاك. اخ او اخت شجعوا القناة ديالكم، الله يحفظكم. بالنسبة للرقم ديال الهاتف اللي بغيت ابونا مع القناة، مرحبا، راه تبدل الرقم ديال الهاتف ولا 06 57 47 17 41. دونك الرقم الجديد ديال القناة 06 57 47 17 41. أعيد 06 57 47 17 41. الرقم الآخر ما بقاش خدام الإخوان. والإخوان والأخوات اللي معانا في الواتساب كيتصلوا بينا، كنقول لكم هذا هو الرقم اللي ولا ديال الواتساب وديال القناة. دونك الآخر الله يجزيكم بخير، ما بقاش ديال القناة ما تبقاوش تتصلوا فيه، حفظكم الله ورعاكم. بون غادي ندوزو دابا ان شاء الله، غادي نمشيو للمعلومات ديالنا كيف ما قلنا ديال الكانتي ونكملو. دونك اتونسيون، الكورسة ما غاداش تكون سهلة. غادي ندوزو، غادي نمشيو لابواط نوار ديال لاشين، لي كاتر نيميرو دو لابواط نوار دو لاشين فاتحة سانتوف بور لو 13-8-2022 à Clairefontaine et comme suit 2, 3, 4 et 5. Je répète 2, 3, 4 et 5, les numéros de la boîte noire. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سانتيرف لخماسي يومه 13-8-22 لقناة فاتحة سانتيرف كالآتي 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 et 5. جوج ثلاثة أربعة خمسة، الأرقام الأربعة للعلبة السوداء. غادي ندوزو دابا إن شاء الله وغادي نمشيو لا ديرنيير مينوت ديال لاشين، لا ديرنيير مينوت دو لاشين لو نيميرو دو، رقم جوج. لو شوفال أكومباني لو نيميرو سانك، رقم خمسة. لي سوبليمونتيغ 7 اي 11. ردوا البال في هذه اللحظه ملي كنت كنهضر معكم على لا ديرنيير مينوت، راه بان شي يعاود قدامكم ما تفرطوش فيه. دونك الارقام الاضافيه 7 11، لا ديرنيير مينوت لو نيميرو 2 رقم 2، لو شوفال اكومباني لو نيميرو 5 رقم 5. لي سوبليمونتيغ 7 اي 11، الارقام الاضافيه 7 11. غادي ندوزو دابا ان شاء الله وغادي نمشيو لا ميثود دي جور. اللي بغى يشرب معنا قهيوه الخوت مرحبا، قهوة نيت. يلا اخي او اختي اللي كتشوفنا في هذه اللحظة هذه، دبز 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 البصمة البصمة البصمة. وكنتمنى اللي اول مرة غيشوف القناة ديالنا وعجبو المحتوى يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس بالكل، فعلوا الجرس الخوت، شاركوا في القناة، فعلوا الجرس بالكل باش اون فوا نديرو الفيديو اون لايف يطلع عندكم من الاوائل. وكنتمناو اخوات والاخوان ديالنا اللي غايبين على القناه يكونوا كاملين بخير وعلى خير، يكونوا في صحه جيده هما ووليداتهم والاسر ديالهم. ونتمناو لهم ان شاء الله عوده ميمونه للقناه باذن الله، ولو من باب الاطمئنان عليهم ان شاء الله. بون غادي نمشيو لا ميثود دو جور،
La méthode du jour nous a donné deux numéros. Ces deux numéros, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée, sont comme suit. 5 et 14. Donc 5 et 14, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée. الطريقة النهارية عطينا جوج الأرقام، هاد جوج الأرقام هما 15 14. إذا 15 14 يجيو بجوج، يجي واحد، يا ما تشوفو حتى واحد ألاريفي. غادي ندوزو دابا ان شاء الله، غادي نمشيو لا سيليكسيون ديال لا شين. قبل ما ندوزو ليها غنعاود نذكر الاخوات والاخوان ديالي باللي الرقم ديال الهاتف ديال القناه راه تبدل، الاخر ما بقاش خدام، لا داعي للاتصال به من فضلكم. والرقم الجديد ديال القناه وفيه الواتساب هو 0657 47 17 41، 06 57 47 17 41. واللي انتيريسي بالابونمون هذا هو الرقم، مرحبا. دونك غادي ندوزو دابا ان شاء الله، غادي نمشيو لا سيليكسيون ديالنا ديال لا شين، لا سيليكسيون دو وي نيميرو دو لا شين. فاتي ان سانتور بور لو ميم كانتي دو 13/8/2022 ا كليري فونتين اي كوم او سوي 2 5 7 16 4 11 9 et 3. Je répète, 2 5 7 16 4 11 9 et 3. الارقام 8 لخماسي يومه 13/8/22 لقناه فاتحه سنتيرف كالاتي: 2 5 7 16 4 11 9 3. أعيد: 2 5 7 16 4 11 9 3. إخواني أخواتي، لا سيليكسيون مليوحة الياطوار عشوائية، دونك اللي تاق فيها وبغى يلعبها ممكن يقادها بطريقته. مي دائما كنقول لكم حاولوا ما أمكن ما تعتمدوش علينا 100%، ماشي غير علينا حنا، راه كنقول لكم اي قناه كما بغى يكون النوع ديالها، كيف ما بغى يكون النوع ديالها ما تيقوش فيها 100%، لان يا اما كنتعمدوا نخبيو لكم رقم، يا اما كنتعمدوا نخربقوا لا سيليكسيون، يا اما مهم، يا اما ما عندناش كاع او ما في يديناش كاع، الله اعلم. على اي مهم، ما تيقوش فينا 100% الخوت، الله يحفظكم. حاولوا ما امكن تاخذوا من عندنا شويه وتكملوا من عندكم، ربما تكون عندكم شي حاجه نتوما تكونوا صائبين وحنا لا. دونك لهذا الله يجازيكم بخير، حاولوا ما امكن. اما بالنسبه لنا حنا راه والله العظيم الا كنديروا جهدنا باش نوصلوا لكم المعلومه بكل صدق وبكل امانه باش نستافدوا كاملين. بون، غادي نمشيو لي سيربريز ديال لاشين، لي نيميرو سيربريز دو لا شين 13 اي 8، لي نيميرو سيربريز دو لا شين 13 اي 8. بالنسبه لو بتي نيميرو او الرقم الصغير اللي كيكون تحت الارقام المفاجئه، لو بتي نيميرو لو نيميرو 15، رقم 15 كيبقى بوين بور اون غروس سيربريز، يعني ماشي احتمال كبير، ربما ربما لا ساعد الحظ يقدر يهرس لاريفي، مي ماشي بالتأكيد. ودابا غادي ندوزو الملاحظة الأخيرة اللي كتنقسم لقسمين. القسم الأول من الملاحظة الأخيرة أو الشطر الأول أو الشق الأول من الملاحظة الأخيرة
كيقول لكم هناك احتمال كبير باش يكون ان سويفي الاريفي. نتمنوا ان داك الواحد اللي ما غيجريش ما ياثرش لنا على المعلومات ديال الملاحظه الاخيره. نتمنوا ان داك الواحد اللي ما جريش ما ياثرش لنا على المعطيات او المعلومات ديال الملاحظه الاخيره. على اي هناك احتمال كبير باش تكون ارقام متتاليه في لاريفي ديال اليوم، الارقام ان سويفي من 4-1 الله اعلم، 2-2 فارقهم 1 الله اعلم، 3-2 الله اعلم. المهم قلبوا على لو سويفي، دخلوه لا سيليكسيون ديالكم والله يسر الامور. بالنسبه للشق الثاني والاخير من الملاحظه الاخيره، كيقول لكم هناك احتمال كبير باش يكون سواء ان اوتسايدر سواء ان توك اون تيت. ويلا ما كانش كان ان فافوري اون تيت راه تيرسي غيكون ملغوم، دونك تيرسي اليوم يقدر يخلص، يقدر يكون توكر او اوتسايدر في لو تيرسي او واحد فيهم. دونك قلبوا وبحثوا مزيان والله يسر الامور، وتهلاو ليا فراسكم، نهاركم مبروك. بالنسبه للملاحظات ما عندناش، مي عندنا واحد لو شوفال غادي نلعبوه حنايا، بغيتو نتقاسموه معكم مرحبا. بحال غتقول لو شوفال ديالنا حنا، نقدروا نتقاسموه معكم، ولكن ما تلوموناش الى ما جاش، لان كيبقى غير احتمال. ولكن حنا عجبنا هو الرقم 7، دونك نو نيميرو 7 سي نوتر شوفال. اللي بغى يلعبوا معنا مرحبا، اللي ما بغاش يلعبوا الله يعاونو، والى ما جاش ما تلوموناش الى جا بصحتكم وراحتكم. دونك تهلاو ليا فراسكم، نهاركم مبروك، الله يسر الامور، الله يجيب التيسير، الله يجيب اسمينا للجميع. الى اللقاء.